السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مبسوط يا عم؟ انت بقيت رئيس المحكمه. البركه فيك يا ريس علان. انت اصلك جدع وتستاهل كل خير. ليه عندك طلب يا ريس علان؟ امر، واذا كان بايدي من عينيا الاثنين. كلمتين بيني وبينك. طيب سيبنا شويه يا عبد المسيح. خير يا جاسر؟ انا طالب ايد صالح حبيبتك وعاوز منك كلمه دلوقتي. والله يا ابني الحلال ما فيهوش عيب. يعني موافق؟ وانا هلاقي اعز منك يا جاسر. مبروك. الله يبارك فيك. مين اللي دل جاسر على صالح؟ وهو اللي زي جاسر عايز حد يدله. يعني ما جابش سيرتها قدامك قبل كده؟ ابدا. ما انت عارف يا ابن عمتي بنغزة اي حاجة تطلع في دماغه يلا السلامة. ده ذوق مجليط خالص. لو كنت اعرف انه ناوي ايه كنت لقيتي له واحدة من بلدكم. مالها بلدنا يا اخوي؟ انا قلت حاجة زنت البلاد. بس كان ياخد واحدة من طوبه تخدمه وترسمله. لكن صالحة؟ صالحة دي ايه؟ نصيبه كده بقى يا نرجس. مبروك يا صالح. الله يبارك فيك. ولا ما عرفتش تنقي يا بت؟ يوهانا اللي نقيت هو اللي خطبني من ابويا. ما هو لازم كان بيحبك وحاطط عينه عليكي من زمان. من يوم ما سكن جارنا بس. اسم الله عليكي. دي انت الف راجل يتمناكي. بس جاسر هو الفريم. طيب we'll be right back.
مساء الخير يا ست حميده. مساء النور يا سيد الرجاله. ايه اللي رماك علينا؟ جيت اتونس فيكي. وجاسر بيتونس بمين دلوقتي؟ بعروسته. الله، هو اتجوزها؟ امال، وعلى سنة الله ورسوله كمان. امال ايه، بنت الريس شعلان على سن ورمح. بنت الريس شعلان؟ اه. طلحة؟ امال يعني طلحة؟ هو له غيرها؟ ادي ابني 50 امين ال 16. شفتي؟ هو عرف مصلحته فين واتجوز بنت رئيس المحجر بتاعه. كنت فاكره ان البحراويه رابطاه وملجماه. سيبك منه يا ست الكل، وشوفي حبايبك دول كتير، ده يقولوا انك غيرانه من جوازه. هو انا غيرانه وبس، ده انا عقلي شادد. وعندك 500 يمين ال 16. نعم. ايه؟ عندك في كلمتين. هو انت لسه عندك كلام تاني؟ مش خلاص يا عبيطه؟ خلاص ايه؟ ده انا عملت كده عشان اعمل كل، كنت بحسبك هتفهميها. يا اهدي اللي حفهمه. اما اخطب واحده زي صالحه محدش هيكلم علينا، فهمتي بقى؟ يا اخويا ما خلصنا. يا لهوي، مش ممكن ابدا. انا قلبي مفيش حد غيرك. وهي صالحه عيبها ايه؟ لكن انا عاوزك انت، انت بس. يا خرابي، شيلني شيلني. اهي جت اهي. كنت فين يا نار؟ اصل رجلي انقطعت، انا عارفه انتوا بتجروا على ايه. بتفكر في ايه؟ مش احسن من وابور الطحين والملاليم اللي بتاخدها؟ وانا مش فاهمني في شغل الحجاره يا جاسر، ده انا عمري حتى ما شفت محجر. الله، هو الحجار بتولد حجار؟ ما الناس كلها بتتعلم، ثم انا اللي هعلمك بنفسي. وانت هتلاقي احسن من بريمو يعلمك. اللي تشوفه يا جاسر. اتفقنا، وانا هعمل لك يوميه مكفيه علشان تريح نرجس من مشاوير السوق. انا قايم دلوقتي اتفق مع الريس شعلان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مع السلامه. شعلان. والله عملت طيب يا جاسر اللي شغلت اسمك، ولو انه ما بيعرفش في شغل المحجر انما زي بعضه قاعدين تحت رعاه. اه نرد له جميل يا ريس شعلان. اصيل والله يا جاسر. Ha 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 ha
انا جنبك. عجبك كده يا جاسر؟ انا مش قلت لك ماليش دعوه بالشغلانه دي. معلش ما يقع الرصاص. اطلع اطلع. معاك ايه النهارده يا بنتي يا نرجس؟ معايا فضلة خير. بيه كتاكيت فين امال؟ مش موعد ناس عليهم؟ ده كان زمان. كلام ايه ده؟ والناس اللي مستنيين خليهم يستنوا. يعني الكتاكيت هترجع؟ اه مين عارف. على كيفك يا نرجس، فوتك بعافيه. الله يعافيك. صباح الخير يا نرجس. ايه اللي جابك وراي؟ شوفي جبت لك ايه؟ ايه اللي جابك وراي؟ مشتاق لك قوي يا نرجس. مش انت اللي عايز كده؟ نفسي اغمض وافتح ولاقيكي معايا. انت سايب شغلك وجاي تقول لي الكلام ده في السوق؟ اعمل ايه؟ ما انا مش قادر اشوفه غير واسمعيه في المحضر. يا وصيتي لحد زي ما احنا يروح يقول له. هو انا غريب يا نرجس؟ اللي في مخك هو اللي غريب يا جاسر. هو الحب غريب يا اخواتي؟ خدي ايسي. خليهولك، مش عايزة حاجة. أنا عايز أشيل التكسير اللي على وشك وبطلة بطلة. آه ما هو غصب عني يا جاسم، شغلانة الحجارة دي ماليش فيها. كلام فارغ، كل شيء بالتعليم. وأنا دلوقتي هعلمك شغلانة توكلك عيش تمام. شايف الراجل اللي فوق ده؟ مرحبا يا ولد. مرحبا جاسر. ده بيدق لغم، بنحط فيه ديناميت عشان نوقع الجبل. ده اجره كويس، ولما تعلى لفوق يعلى اجرك، تعلى يعلى معاك، تعلى زياده يعلى زياده. Thank you.
فين يا عم شعلان؟ سبق على المعدية. مالك يا سجاير؟ لا ولا حاجة. أنا أصلي من امبارح وأنا مسكني الرعشة. لا سلامتك. الله يسلمك. طب ما تريح نفسك النهاردة وبلاش من الشغل. المحجر ما يمشيش من غيري. والفطار؟ خليني لما أرجع. مع السلامة. والجواز شيء ثاني. اسمعي انا مش عاوز لف ودوران. هتتجوزيني يعني هتتجوزيني فاهمه؟ هو الجواز بالعافيه. ايوه بالعافيه. يفتح الله. نرجس انا مش فاضل قدامي غير حاجه واحده اني اقتلك. كل الناس هتتصعب علي. نرجس انا بحبك. انا جاسر. انا البريمو. اهلا جاسر. كنت عايزك في حكايه كده يا ريس علان. خير يا جاسر يا ابني. ربنا يعلم قد ايه انا محرج منك. انما ايه اللي شغلك يا جاسر؟ انت عارف مرات المرحوم اسماعيل؟ ما انت شايف لوازمها ومكفيها اول باول. ده مش مهم يا ريس علان. ازاي بقى؟ المهم سمعتها ودي غريبه. قصدك ترجعها لاهلها؟ ما تبقاش مرجليه. امال ايه اللي انت شايفه؟ انا هطلب منك طلب وعارف انك هتقدر ظروفي. أنا عايزك تعفيني من فتحي صالح. قصدك يعني؟ الطلب ده على عيني وراسي يا ريس شعلان. لكن ربنا قال الأقربون أولى بالمعروف. عداك العيب يا ياسر. والجواز اسمه نصيب. وأنت ابني زي ما صالحة بنتي. ومصلحتنا كلنا واحدة. بس ما تزعلش مني. أنت هتستر عرض واحدة بقت مننا برضه. والحلال ما فيهوش عيب يا جاسر.